الثلث الأخير من الليل، الله سبحانه وتبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف كم واحد في مثل هذا الوقت نايم، كم واحد في هذا الوقت تلقاه مشغول في المعاصي والملهيات والمغريات. الله عز وجل اصطفاك من بينهم، الله عز وجل أحب لقائك. وبعد ما تتوضأ وتخلص تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعدها تقف وتقول: الله أكبر. يا سلام، الله أكبر من نعاسي، الله أكبر من نومي، الله أكبر من همي وغمي، الله أكبر. واعلم أنك عندما تكبر وتدخل في الصلاة، الله سبحانه وتبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده المصلي ما لم يلتفت. أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، راح تحس بالأمان، ستشعر أن رحمة الله عز وجل تغشاك، راح تشعر بالطمأنينة والسعادة والسرور، تجد ذلك في قلبك وأنت بين يديه. وعندما تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يراك سبحانه متذللا خاضعا له سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت في هذا الموطن أقرب ما تكون من الله عز وجل، تقول: سبحان ربي الأعلى، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي تب علي. قل: يا ربي أنا عندي مشكلة فلانية، يا ربي وأنت تعلم، سبحانك يا ربي. قل. وبعد ما ترفع راسك من السجود تشعر بالراحة أن الله استجاب لك. نعم، هو الذي قال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله، الله الكريم، الله الودود، الله الرحيم، سبحان الله.